السلام عليكم. هاد الشاب هذا هو اللي كان كيترعد لرجليه، دابا ها البيرمي، ها انت خديتيه وقدام الناس، قدام الناس غادي نعطيك، ويلا نجحتي في هادي الرومبوان ها هو قدامك، غنعطيك 3 السوايع كادو مني اضافيه من تطوان لطنجه، وتساراو في طنجه ورجعوا، ولكن تمشي في الرومبوان ما دير حتى غلط، ها البلاكه ديال الرومبوان، وعرف القواعد ورد بالك من الطوموبيلات. يلا غادي نشوفو، نعطيوه واحد تيست نشوفو غادي يمشي للرومبوان. ديماري الطوموبيل ديالك، ديماري الطوموبيل وسير للرومبوان، وطبق القواعد ديال الرومبوان، ودور بحالاتك واجي وقف مورا هاد الطوموبيل هادي. يلا سير، عاد شوية عليك وطيح الفراند ليد. يا كيفاش شديتي بيرميتا؟ يلا سير، عاد شوية عليك نعطيه نشوفو. قالك بغيت ندير تيست بوحدي، مات بوحدي، نعطيه نشوفو، نشوفو الغلط اللي غادي يدير. حتى نتوما تابعو معايا. قال لي كيما درت التيست داك النهار ديروا لي عاود قدام الناس. هو مزيان داير السينيال ديالو مزيان، نشوفوه الغلط اللي غايدير، واش غايدير شي غلط ولا لا. ها هو داير مع الرومبوان مزيان لحد الان مزيان. ها هو معطل، كيتعطل شويه ولكن عادي عادي، الانسان مبتدئ عادي يكون هكاك. ها هو غادي مزيان، ها هو غادي مزيان، ولكن واحد الغلط دارو. واش انتبهتوا له نتوما ولا لا؟ واحد الغلط دارو، ما نعرف واش انتبهتوا له ولا لا. ها هو داير، برافو عليه، مزيان مزيان. وقف مورا ديك الطوموبيل، راه سير وقف مورا ديك الطوموبيل مزيان. ما نعرف دابا واش هاكاك مزيان. نتوما الاخوان، نتوما الاخوان غتقولوا واش دار شي غلط هذا السيد ولا لا، واش نحيد هذا البيرمي اللي عطيته دابا ولا لا. افتح حل فراسك واحد الحاجه، راه درتي غلط هذا البيرمي هذا، راه در... اه خصني نحيدو لك، راه درتي واحد غلط. شنو هو هذا الغلط؟ غادي نخلي الناس هما اللي يقولوا هذا الغلط هذا، ما نعطيكش هذا البيرمي هذا حتى يجاوبوا الناس. الا قالوا لي اعطيه نعطيك هذا البيرمي، قالوا لي غادي نحيدو لك حتى تزيد السوايع، نحيدو لك حتى تزيد السوايع. البنات والدراري انهم غير يعرفوا بان عبدو زريوح ما عندوش حساب شخصي، يعني فيسبوك ديالي انا ما عنديش، عندي صفحه واحده اللي فيها 1,300,000، هي هذه اللي كنهضر معاكم فيها. اي واحد تعرض للبنات تحرش او لا سب او لا شتم او لا زيد لا من البنات ولا من الدراري، عرفوا بان هذاك راه غير كونت وهمي داروه باش يخسروا الصوره ديالي. انا خرجت بهذا الفيديو هذا باش نقول لكم بان راه اي واحد تعرض لاي حاجه كما بغات تكون من هذا العبد المذنب، ماشي حساب، عرفوا بان ماشي ديالي. هذا الحساب هذا اللي كتشوفوه هنايا راه ماشي ديالي نهائيا، هو ناض هذا ولا هادي، هما داروا حساب بالاسم ديالي والصوره ديالي وكذا، وكيعرضوا لبعض المواطنين بعض الزبان والشتم، والبنات كيتبسلوا عليهم وزيد. قلت راه نخرج بفيديو باش نكون حتى هنا معفي من هذا الشيء هذا اللي كيديروا هاد الناس هادو، حشومه وعيب وعار. راه واخا تبغيو تخسروا الصوره ديالي، انا الصوره ديالي مع الناس راه باينه والحمد لله، راه الا وصلت للقضاء راه القضاء راه عارف هاد الشيء هذا، عارف داك الكونت هذاك من فين غير فين مصنوع، وغادي يعرفوا ان شاء الله واش عندي داك الحساب واش ما عنديش، واش هذا واش هذا. اذا اتقوا الله، راه انا ما درت لكم والو، ديروا حساب اخر، ديروا صفحات بالاسم ديالي ماشي مشكل، هز الفيديوهات ديالي ماشي مشكل، راه دايرين الناس صفحات بالاسم ديالي والبروفيل ديالي وكذا، وكنقول لربي يعاونهم ربي ييسر الامور. ولكن باش تنوضوا وديروا حساب شخصي فيسبوك وتبقى تبسلوا على الناس وتتهضروا معاهم بالصفه ديالي انا، راه هذاك الشيء هذاك راه ما كيبغيه لا ربي ولا العبد ديالو، راه ما كيقبلش هذا الشيء هذا الا من رحم الله. واتقوا الله. وانا علمتكم بالنسبه لي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، عافاكم، ما عمري طلبتكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، عمري طلبتكم بارطاجيو باش ان الناس يعرفوا بان هذا الكونت هذا راه ماشي ديالي، راه داروه باش يخسروا الصوره ديالي فقط. تبارك الله عليكم.